إذن لمتابعة التطورات البيئية والجيولوجية في المنطقة العربية وما تسبب من زلازل في المغرب وسوريا، وكذلك عن إعصار ليبيا أيضا، معنا هاتفيا من بغداد الخبير الجيولوجي دكتور أحمد عسكر. مرحبا بكم دكتور أحمد. إذن يعني تزايد الزلازل في المنطقة العربية في السنوات الأخيرة وخصوصا في هذا العام، هناك شهد أكثر من زلزال، كان آخرها في زلزال مدمر في سوريا والآن في المغرب، هل من تغيرات جيولوجية تسبب تلك الزلازل دكتور؟ شكرا على الاستضافة. لضحايا الزلزال والأعاصير اللي حدثت في المغرب وليبيا، الحقيقة الرحمة، ولضحايا والجرحى إن شاء الله الشفاء العاجل. طبعا يتراود إلى الذهن أنه توالي هذه الأحداث بهذه الصورة الدراماتيكية حقيقة يبعث الشك ببعض الأمور اللي احنا نحب نوضحها. أنه الحقيقة كل هذه الأمور اللي تحدث هي بالنسبة يعني بالنسبة للجيولوجيين أو بالنسبة لعلم الجيولوجيا، أنه الزلازل والبراكين وهذه الأعاصير تعتبر ظواهر طبيعية، يعني بالنسبة لنا ننظر لها أنه شيء حدوثه يبعث على الاستقرار بالأرض وأيضا تحرير لكميات هائلة من الطاقة اللي صادف أنه مرت سنين عديدة وعقود طويلة من الزمن. يبدو أنه هذه الزلازل ويلية حثت على نطاق واسع وعلى أحزمة زلزالية اللي الفاصلة بين حدود الصفائح التكتونية سواء كانت بتركيا أو بالمغرب هي عبارة عن صفائح بالأرض وهي صفائح مختلفة طبعا. نعم. وكل الأحداث اللي تحدث حقيقة ليست مرتبطة مع بعضها، لكن يبدو أنه يعني مرور سنين طويلة وعقود طويلة من الزمن شهدت بالوقت الحاضر تراكم هذا الزخم الزلزالي، وبالتالي النتيجة تكون حتمية أنه تحدث كوارث من هذا النوعية أو زلازل تؤشر درجات عالية جدا حسب مقياس ريختر اللي وصل إلى 7.3 في تركيا و 6.8 في المغرب. الحقيقة هي تزامنت في وقت قصير جدا خلال هذا العام أو العام السابق، لكن هي بكل الأحوال هي عبارة عن حركة كبيرة لصفائح كبيرة. مثلا اللي حدث في تركيا هو عبارة عن تصادم للصفيحة العربية اللي هي أساسا مناطق الانفتاح في البحر الأحمر اللي تدفع الصفيحة العربية للتصادم مع الصفيحة الأوروبية الآسيوية، وبالتالي وقوع صفيحة أناضول اللي هي محصورة وهي صفيحة صغيرة قياسا للصفائح الأخرى اللي ذكرناها حتما راح تؤدي إلى حدوث هزات كبيرة وتؤدي إلى إحداث كوارث من هذا النوع. والصفيحة الأفريقية نعم العفو. عفوا دكتور، قلتم أن كل ما يحدث هو طبيعي وهو أيضا صحي إنجاز التعبير لإفراغ الطاقة في الأرض، ولكن هل استطاع العلم الحديث، هل استطاعت مراكز الأبحاث العربية تحديدا وخصوصا في علم الجيولوجيا أن تقرأ هذه التغيرات، أن تحذر مثلا قبل وقوعها؟ بطبيعة الحال، وهذا تم التأكيد عليه عدة مرات وخلال لقاءات متعددة ومن خلال محاضرات على البرامج ومن خلال محاضراتنا لطلبتنا ومن خلال كثير من الأحداث اللي صارت واللي ذكرناها، أنه هذه الأمور الحقيقة يعني ظواهر بالنسبة لنا نعتبرها ظواهر مثل ما أسلفت، هي ظواهر يعني طبيعية وهي لا يمكن بكل الأحوال أنه يحدث تنبؤ لهذه الزلازل. الشيء الوحيد اللي لا يمكن أنه يمكن أنه يتنبأ به هو الزلازل، البراكين ممكن لأن تعطي بعض الدلائل، أما الزلازل الحقيقة لم يتوصل العلم لا في المنطقة العربية ولا على صعيد الشرق الأوسط ولا عالميا أنه يمكن أن يتنبأ الإنسان أو يتنبأ الأخصائي في هذا الموضوع
بهذه الزلازل، لأنه مصدر القوة ومصدر الهزات هذه هي حقيقة تنبعث من جوف الأرض عن طريق الصهير الصخري اللي هو المتمثل بطبقة أو نسميه بالجوبة أو المانتل أو الوشاح، اللي تصدر منا كتل من الصخور المنصهرة تندفع إلى الأعلى. ارتفاعها إلى الأعلى حقيقة إذا حدث أنه أكو منفذ لهذا الصهير فتحدث البراكين. أما إذا كانت القشرة لا تسمح لحدوث هذا النوع من البراكين، فهذه التيارات اللي محمولة من جوف الأرض إلى قريب من القشرة الأرضية تكون تصعد إلى الأعلى وثم تنفصل باتجاهين مختلفين وثم تنزل إلى الأسفل على شكل تيارات الحمل تسميها الكونفكشن كيرنت. هذه الحركة اللي تنبعث منها أو اللي تتحرك باتجاهين مختلفين هذه راح تأثر بكل تأكيد على الصفيحة اللي موجودة وتحاول تحدث نوع من الانفصال أو دايفرجنس احنا نسميه. هذا الانفصال يؤدي إلى حركة تباعدية بين الصفائح، وهذه الحركة في مكان آخر سوف تؤدي إلى حدوث تصادم أو نسميه بالكونفرجنس. هذا التصادم يحدث دائما بين حافات الصفائح أو الجهات الأمامية المباشرة مع الصفيحة الأخرى. فشوف دائما أغلب المناطق اللي تحدث فيها الزلازل أو الحزام الزلزالي دائما تكون مناطق جبلية ومناطق يعني تضاريسها تختلف عن تضاريس باقي المناطق. طيب دكتور، فهذه السلاسل الجبلية تتحرك وتكون أو تحدث نتيجة هذا التصادم اللي يحدث بين الصفائح المختلفة. نعم، إذا انتقلنا إلى إعصار ليبيا ولا أعلم إذا كان من تخصصكم ويخص الجيولوجيا. هذا الإعصار الذي ضرب ليبيا قال عنه بعض المتخصصين أنه ظاهرة غير متوقعة. هل فعلا يعني يمكن وصف ما حدث من إعصار الذي حدث في ليبيا بأنه غير متوقع بهذه الشدة والقوة في هذه المنطقة؟ نعم، هي كانت حقيقة متوقعة يعني قبل فترة قبل حدوث هذه، لأنه حست كان مصدرها من شوف كمية الأمطار اللي ساقطة في إسطنبول أو في تركيا وثم انتقلت إلى اليونان، وهذا بدليل قاطع أنه هناك تسخين كبير في سطح البحر وتولد حرارة غير طبيعية مما أدى إلى حدوث تيارات. هذه التيارات الحقيقة أخذت شكل مثل ما نقول يعني دائري والتفت على مناطق شمال أفريقيا وأدت إلى طبعا حدوث هذا الإعصار، وهو كان إعصار طبيعي. لكن المشكلة اللي فيه أنه تساقط الأمطار بكميات هائلة وعدم إجراء أي صيانة على هذه السدود، واللي هي بدت يعني حقيقة السدود تفتقر إلى مقومات الكود الزلزالي او المعايير الزلزاليه، فادت الى حدوث هذا الانهيار الكبير مما ادى الى جرف هاي الكميات الهائله من المياه باتجاه البحر، وبالتالي جرفت معها هذه المدينه كامله. مدينه درنا كانت ضحيه للسد اللي انهار وبالتالي ادت الى هذا الموضوع الكارثي. إلى أي مدى يمكن إذن تقييم أداء الحكومات المختلفة في العالم في تقليل أضرار الكوارث الطبيعية؟ لا. وما نصيحتكم بشأن ذلك لتفادي ما يحصل من خسائر بشرية وخسائر مادية أخرى، يعني خصوصا في هذه السنوات الأخيرة التي شهدت تزايد هذه الكوارث؟ نعم، أشكرك على هذا السؤال، لأنه حقيقة هذا كان جرس إنذار، وهذا الجرس الإنذار حقيقة مشمول بكل الدول اللي تحاول دائما انه تستغني عن مقومات البنى التحتيه اللي هي المفروض يعني لا تقام هذه التجمعات السكانيه وهذه المدن الا باتباع بعض يعني الاعتماد على ابنيه مقاومه للظروف الطبيعيه هذه. وكثير من المناطق اللي حدث بها هذه الفيضانات وحدث بها هذه السيول
هي مناطق حقيقة يعني عشوائية، لأنه لا يمكن أنه تسمح أنت لإقامة مدن في مناطق تكون وديان وتتوقع أنه في حالة حدوث أمطار غزيرة من هذا النوع. يعني حتما راح تكون السيول جارفة، وهذا حدث حتى في العراق في أربيل، حتى السيول هائلة كبيرة في مناطق عشوائية. طبعا بطبيعة الحال هذه البيوت اللي تنبني أغلبها اللي تلاحظون أغلبها قصبات وأغلبها بالقرى والأقضية والمناطق الفقيرة، اللي دائما هم يكونون ضحايا لمثل هذه الكوارث، باعتبار أنه ضعف إمكانياتهم في إنشاء أبنية قوية مقاومة للظروف هذه تكون بسيطة جدا، فهم دائما يكونون الضحية رقم واحد في حالة حدوث هذه الكوارث. إذن من بغداد الخبير الجيولوجي الدكتور أحمد عسكر، شكرا جزيلا لك.